هذا المحل لوالدي. والدي تعلم عند واحد اسمه تقي الله البيروتي. هلا هذا الزلمه هو اللي خرج كل الحلوانجيه اللي بنابلس او معظمها خلينا نقول. هلا كانت المهنه متوارثه مش ابا عن جد، بس في كمان شغله مهمه انه كانت صاحب الكار او صاحب المهنه هو يورث هذه المهنه لاشخاص معينين بغض النظر بجوز يكونوا مش اولاده. فكان والدي من ضمن الناس اللي اشتغلوا بهذه الشغله، وكان معلمه هو المشرف عليه وعلى فتح المحل هون. كان عمري 5 سنين بلشت شغل في المحل. طبعا كانت كل المعدات الموجوده كانت معدات يدويه، الشغل كان بدائي نوعا ما، فكان كل شيء على الايد. هلا كبرت انا وصارت الماكينات تدخل على الصناعه، بس ما تغير من التركيبه الصح اللي خلينا نقول الطريقه الصح للشغل، ولكن كانت الماكينات تسهل الشغل. فانا كبرت وكبرت معي هذه الفكره انه لازم نطور كل شيء في الماكينات. هلا الكنافه نوعين، الكنافه في كنافه نابلسيه اللي هي بسموها الناعمه او يسموها النابلسيه، وفي كنافه اسمها اسطنبوليه اللي هي التركيه اللي هي بتكون عباره عن شعر شلايل، بتكون هذه مرتبطه بتركيا، والكنافه الناعمه مرتبطه بنابلس. كل بلد لها طريقه شغل وطريقه تعامل مع الكنافه. الكنافة هي عبارة عن 3 شغلات أساسية: عجينة الكنافة والجبنة والقطر. العجينة هي بتتكون من طحين ومي وحليب وسكر وملح وصبغة خفيفة، صبغة الطعام هاي إلها سبب عشان لما تنعمل الكنافة تميزي لون العجينة بدل ما يكون أبيض، تميزيها عن لون الجبنة اللي هو لونه أبيض. بنبلش اللي هو بالعجين، بنطحنه على الماكينة، بننعمه، بنحمصه على الحماصة، بننخله، بنعبيه بصدورة، بنخرجه على الهواء يبرد. بعد ما يبرد يجهز بتصير الساعة صارت 8:30 9، بنبلش نشتغل كنافة. تطلع الكنافة هون، يجي الناس وبلش ياكلوا كنافة. عجينة الكنافة بتختلف، يعني بدي أجيب لك مثال بسيط. هلأ كيف الخبز البلدي والخبز الأبيض؟ هلأ الخبز الأبيض بتاكلي ما بتضايق. هلأ الخبز البلدي يجي أسكى وأريح. هلأ العجينة الناعمة هاي اسمها أصلاً بلدية، عجينة بلدية. هلأ في بنعملها إحنا، في بحطوا لها سكر، حليب، سمنة، تتحمص. بس هلأ إحنا عندنا بما إنه إحنا اللي بنعملها ولا محلنا منكلفها، فمنخليش إشي ناقصها، فبتطلع العجينة زاكية مع الكنافة مع الودلوقة مع أي إشي. القطر برضه هو ولو إنه شغلة بسيطة، ولكن برضه هو عبارة عن صناعة. يعني كيف احنا بنطلع القطر بالجوده والكثافه اللي بدنا اياه، هذا هو المناسب للكنافه، لانه كل اكله حلو لها كثافه سكر معين، سكر الكنافه غير عن سكر البقلاوه غير عن سكر الحلويات الثانيه. زي مثلا المهلبيه مثلا بدك سكر خفيف، البقلاوه بدك سكر ثقيل كثير، بيكون عياره مثلا 5:1 او 4:1، الكنافه لا 2:1، 2 سكر 1 ماء. ما حاولت أطور أو أغير أو أحسن أي شيء، هي الكنافة
انوجدت هيك، فانا ضليتني ماشي بنفس الطريقه. والدي كمان زي ما تعلم من معلمه اللي علمه هذه المهنه، واللي هو في الاصل تعلمها اكيد من اهله ومن والده، فهي مهنه متوارثه. اي تغيير، اي تحسين، اي تغيير في تركيبتها، او يعني في ناس بيحاولوا انهم يسهلوا الشغل فبيحاولوا يختصروا بعض المراحل، وهذا كله غلط.